العافية جميعا. أتمنى الكل فيكم براجع أول بأول. المادة بصراحة جيل 2005 شوي زخمة، يعني مش أنه أوفر كثير، بس إيش بدها متابعة أول بأول. فبالتالي أتمنى إن شاء الله يا رب تكونوا دايما متابعين معاي أول بأول. طيب الله يعافيكم جميعا. رند كنت غايب أنت وريان الحصة الماضية، حاولوا أنكم احضروا معاي أول بأول يا أستاذ. بس قولوا لي في عنا وظيفة. لما عندك سؤال؟ ماشي نسمع لما وبعدين. ورند عندك سؤال؟ ماشي بتتمكن يا رن. رنا نبدأ مع لما. لما لما تفضل يا لما سؤالك. انتوا بتفيدوا كمان طلاب المسجل، يعني لما تسألوا ممكن طالب من طلاب المسجل برضو عنده نفس الفكرة. انا بستنى في لما. طلعت يا لما بالصوت؟ اعطيت الصوت انا لما. اه يلا يا لما قولي يا رب. الله يعافيك يا لما. هلا. ماشي 37. نعم. مثال رقم كم؟ باء. نعم. اللي هو باء هذا. 37. اه. آخر إشي حد النساء لما يحل آخر إشي مش فهمت من على الزيد الكبير. ليش طلع الإجابة بالهذي وبالهذي؟ وين؟ هي. الصفحة اللي بعدين. الخطأ مطبعي هذا. خطأ مطبعي معلش. شكرا يا لما مزبوط. أيوة وقت سالم. آخر إشي الإجابة. نعم هذا الوقت سالم مزبوط. معلش هنا بنعدلها. ما شاء الله عليك يا لما. كمان مين كان عندها رند؟ الكسابرة. شكرا يا لما. فيك يضل اشي يا لما؟ يضل مش ارجعي لي. يلا يا رند. وينك يا رند؟ هيك رند. ايوه نبشولي كل الامور هاي. كيفك يا رند؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية. تمام التمام انا بخير الحمد لله رب العالمين. تفضل يا رند. تبقيش تغيب يا رند عن حصص التفاعلي. تمام يعني افضل لك التفاعلي. من انه فيش حصه في العيد عشان هيك. يلا كنت معي. كل عام وانت بخير يا بابا. وانت بخير. هاتي شو سؤال. انا فاهمه الحصص، بس انه هسه هذا كله لحاله الماء النقي صح؟ يعني مش حاله ثانيه، كل هذا بنحله على اساس انه هو الماء النقي. لا احنا الماء النقي مشان اريحك سكرناه على قانون واحد. ماء النقي اللي هو قانونه كي ووتر يساوي هيدرونيوم تربيع او هيدروكسيد تربيع، بس هاي الماء النقي. هيك سكرنا الماء النقي. هسا اللي قاعدين شغالين فيه انا وياكو في الحصص اللي راحت قاعدين نتعرف على اربع مصطلحات جديدة كيف نتعامل معها رياضيا. الهيدرونيوم كيف اتعامل معها رياضيا مع الـ OH، الهيدرونيوم كيف اشبكه مع الـ BH المصطلح الجديد دخلناه، والـ OH كيف مع الـ BH. هذا اللي عملناه، يعني هي مش حالة حسابية ثانية، هاي كيف نتعامل مع أهم أربع رموز في مادة الحموض والقواعد. لسه ما رجعناش للحالة الحسابية الثانية. تمام يا رند؟ تمام تمام. الله يرضى عليك. طيب برضو رنا بتقول لي عادي هذا اللي انتو فيه، انه ايش أستاذ احنا لسه مش متمكنين. طبيعي يا أستاذ هذا الكلام أكيد أنا فاهمة، بس كل مرة ايش بنسالي شغله. أطمنكم بشغله يا أستاذ، مادة الحموض والقواعد من هون حتى نختم وإحنا شغالين بالأربع رموزها رايحين جايين عليها كله محاليل مائية. نعم كلنا وإحنا رايحين جايين نحول من بي اتش لهيدرونيوم، هيدرونيوم إلى إلى إلى، ولسه في كمان تحويل اليوم بدنا نعمله يصير في عنا مربع كامل يربط أربع رموز مع بعضها البعض. خليني أبدأ. فعادي إنه الآن إحنا مش متمكنين 100% بين التعامل بالأربع رموز. الحصة الجاية بنحكي عنهم، اللي بعدها من هون حتى أختم الحموض والقواعد وأنا شغال فيهم. رح تملوا منهم اصبروا بس شوي. طيب نبدأ بسم الله. اللي عملناه أنا وياكو لحديت الآن كان التعرف على أربعة رموز. الأربع رموز اللي هي مدار وحدة الحموض والقواعد، اللي هو إذا أعطاكوا تركيز الـ H3O موجب تعرفوا تحسبوا تركيز الـ OH سالب.
من خلال التطبيق على قانون الكيوتر. مش راح ينتهي هذا الكلام، راح نظلنا حتى نختم. إذا معانا الهيدرونيوم أروح أحسب قيمة البي اتش. الحصة الماضية كلها كانت على كيف أحسب البي اتش من الهيدرونيوم أو أحسب الهيدرونيوم من البي اتش، رايحين جايين. الأو اتش سالب طلع لنا مصطلح اسمه البي أو اتش، وبرضه الحصة الأخيرة كان عنا كيف نربط بين الأو اتش والبي أو اتش. فكأنه أنا عندي مربع يحوي على أربع زوايا، بس الأربع زوايا مش مكتملات بصراحة. يعني هاي الزاوية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، هاي أربع زوايا المربع والمستطيل بغض النظر. الآن إذا كان معانا بي اتش وبدي نروح للبي او اتش، والله مشوار طويل. بي اتش يطلع هيدرونيوم، والهيدرونيوم يطلع كي ووتر، او اتش، او اتش، بي او اتش، مشوار. وإذا كان معاي بي او اتش أروح على الاو اتش و و و. طيب المربع آن الأوان إنه نسكر أضلاعه. هاي الضلع الأول سكرناه، الثاني سكرناه، الثالث سكرناه، آن الأوان أسكر أنا وياكو الضلع الأخير. بدي أربط الآن أنا وياكو البي اتش مع البي او اتش مشان نصير نتنقل بكل سهولة بين المصطلحات الأربع هاي. كيف نربط بينهم؟ افهموا معي. بدي أرجع لقانون الكيوتر. ليش أرجع لقانون الكيوتر؟ لأنه هو اللي بربط بين الهيدرونيوم والهيدروكسيد. مدام في عندي قانون بربط بين الهيدرونيوم والهيدروكسيد رجعت له، مشان بعد ذلك أروح أربط بين البي اتش مع الهيدرونيوم، الربط بينهما، وأربط البي او اتش مع مين؟ مع الاو اتش. طيب كيف الربط بينهما؟ القانون تبعنا اللي هو كان يقولنا تركيز البي اتش، عفوا بي اتش تساوي ناقص لوغاريتم تركيز الاتش 3 اوم. فبالتالي اذا بدي ادخل على هذا القانون ربط الهيدرونيوم مع البي اتش، لازم الهيدرونيوم قبلها ينضف لها شغلتين، لوغاريتمات وينضف لها إشارة سالبة، هاي واحد. طيب الربط بين البي او اتش والاو اتش سالب برضو من خلال لوغاريتم وإيش كمان؟ وإشارة سالبة. فبالتالي الآن جهدي كله بده يكون في هذا القانون، أدخل على القانون لوغاريتم وأدخل على القانون سالب. ليش أدخل عليهم؟ لأن إذا دخلت عليه لوغاريتم الهيدرونيوم يعني دخلت عليه لوغاريتم والسالب بشيله، شو بحط بدل منه؟ بي اتش. طب والاو اتش بشيله وبحط مكانه بي اتش، فبصير اربط بين وبين. كيف؟ يلا نتبع مع بعض. دادا دادا، اول شغله بدي اعملها اروح ادخل لوغاريتمات على القانون تبعنا، يعني كاني اضرب القانون كله بلوغاريتم او اخذ لوغاريتم الطرفين. لوغاريتم الكي ووتر تساوي الهيدرونيوم لوغاريتم مضروب تركيز الهيدرونيوم في تركيز الـ OH سالب. أخذت لوغاريتم الطرفين. نعود لوغاريتم الكي ووتر معروف 10 قوة سالب 14 تساوي اللوغاريتم بدي أدخله على هذا وأدخله على هذا. لما يدخل اللوغاريتم على هذا وعلى هذا الضرب يتحول إلى جمع فيصبح القانون لوغاريتم تركيز الـ H3O موجب. دخلنا اللوغاريتم الضرب بصير جمع لوغاريتم الـ OH سالب. هيك نجحنا في إدخال اللوغاريتم على القانون. ظل شغلة ثانية أدخل السالب. كيف أدخل السالب؟ إني أضرب القانون كله بإشارة سالبة، الطرفين أدخلهم سالب. بصير سالب لوغاريتم 10 قوة سالب 14 تساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ H3O موجب زائد سالب لوغاريتم، ضربت المقادير كلها بسالب، يلا هيك الدنيا مشت تمام معنا، ناقص لوغاريتم الهيدرونيوم أشيله أنزل مكانه البي اتش، ما هو البي اتش يساوي ناقص لوغاريتم الهيدرونيوم، زائد هاي زائد أشيل هاي كلها أحط مكانها بي او اتش تساوي ناقص 14 بتقفز أمام اللوغاريتم، ناقص 14 بستناها سالب بصير 14، ولوغاريتم العشرة بروح قيمته واحد، خلاص وصلنا للي بدنا اياه، انسوني من الاشتقاق هذا.
صار عندي ال 14 تساوي بي اتش زائد بي او اتش اكتمل مربعنا الذهبي. صرت اقدر اربط بين وبين من خلال هذا القانون. هذا القانون بامكاني اكتبه بدلالة اثنين، يعني بدي ارحل البي او اتش على الطرف الثاني مشان يصير قانوني بي اتش يساوي 14 ناقص بي او اتش. نفس القانون بس غيرت طريقة كتابته، موضع قانون زي ما بتقولوا. بي او اتش تساوي ارحل بي اتش على الطرف الثاني تساوي 14 ناقص البي اتش. فاذا قال لي في السؤال مثلا اذا علمت ان البي اتش تساوي 2 فكم البي او اتش؟ دائما بتممها لل 14. 2 شو تتمتها لل 14؟ 12. اسهل ما يمكن هذا الكلام. او بنعوض، هاي هون البي اتش 2 14 ناقص 2 12. طيب قال لي البي اتش تساوي 13، جاوبوني كم البي او اتش؟ نعم نكملها لل 14 فالبي او اتش تساوي 1. طيب قال لي في السؤال دائما فكروا تكملوها لل 14، قال لي البي اتش تساوي 7، كم البي او اتش؟ سلام عليكم. طيب قالنا بي او اتش تساوي 5، كم البي اتش؟ ولا بتغير شيء بالضبط. لا 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 9 ممتازين 9، لانه 14 ناقص 5 ويساوي 9. طيب قال لي البي او اتش يساوي 2.5، كم البي اتش؟ يلا تغلطوش، ممتاز يا ديما، 11.5. نعم ممتاز يا رنا. قال لي البي اتش تساوي 9.8، كم البي او اتش؟ غلط غلط، لسه ما جبتوه. اطرحوا اي، ممتازة. 4.2. بنطرح 14 ناقص 9.8. ممكن في طلاب عندهم مشاكل في طريقة الطرح هاي، الأستاذ كيف نطرح 14 ناقص 9.8؟ حولوا الموضوع لدنانير. هاي أرقام صحيحة اسمها 14 دينار. طب وهاي 9 دنانير. طب وهاي هاي 80 قرش. دائما اللي بعد الفاصل هاي اعتبروها ايش؟ عشرات. فأنا معاي 14 دينار أعطيتهم لصاحب المحل اللي اشتريت منه شغلة قيمتها 9 ليرات و80، أعطيته 14 حقها 9 ليرات و80، كم راح يرجع لي؟ 4 ليرات و20. أيوة 4.2 وهكذا. إذن الربط بين المصطلحات الأربعة هذا طلع آخر ربط أحلاهم. فالربط بين البي اتش والبي او اتش انه مجموع 2 يساوي 14. اول جزئية نتعلمها اللي هي الربط بين هاي وهاي، بعدين نزيد دادا دادا في الموضوع. بدنا نحل انا وياكو مثال 67 و68. يلا نبدأ ب 67، اعطوني جوابه. اطرحوا. ليش دي مودينا بس اللي بيحكوا معي؟ الكل يحكي معي. نطرح 14 دينار ناقص 4 ليرات و30. شغل اشتريناها ب 4 ليرات و30 ومعانا اعطيناها 14 دينار، فبيطلع الجواب ايوه 9 ليرات و70 قرش. طيب الثاني البي او اتش 14، كم البي اتش؟ نعم هذا